هناك من يقوم بعمل المجسمات للكعبة وعمل مجسمات للقبة التي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بيعها وبعضهم يقتنيها، هل يجوز ذلك؟ هذا ممنوع، صادر بقرار من هيئة كبار العلماء بمنعه، وأنه لا يعمل مجسم للكعبة ويباع وينشر، لأنه قد يغتر الجهال يظنون إن هذا يغني عن الكعبة ويطوفهم به كما حصل لبعضهم، نعم، يظنون إن هذا يغني عن الكعبة المشرفة ويصلون إليه، نعم، سبب جهلهم، نعم.